السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ ايوه نعم. امي رحمه الله عليها كانت قبل ما تموت ذهبت الى بعض الدجالين اللي هم قال لها كفاره، اقدر اكفر عن هذا الذنب؟ استغفر لها واعمل لها اعمالا صالحه، ان الحسنات تذهبن السيئات. طيب حبك الله يا خصام.